اهتمام كان واضح جدا من الصحف والمواقع بتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال وأيضا بوصول الزمالك للنهائي. غير خافي على حد أنه نسب نجاح الأهلي في البطولة الأفريقية في لقاءاته مع الزمالك نسبة تصل إلى 100%. 100% فوز الأهلي في لقاءات القمة الأفريقية أو اللقاءات اللي جمعتهم، ومن ثم بطولة أو مواجهة 27 نوفمبر في برج العرب مرتقبة ومهمة جدا إن شاء الله. ختام الموسم المحلي، ودي نقطة عايزين نقف عندها شوية. فاكرين لما الدوري توقف في مارس أو النشاط الرياضي كله توقف في مارس الماضي بفعل كورونا، كانت بطولة الدوري والبطولة المحلية والنشاط الرياضي كله مهدد، والناس كلها اتكلمت على إن احنا نلغي الدوري ونلغي كل المسابقات ونبقى نبدأ من جديد. النادي الأهلي كان من وقتها، وأعتقد حضراتكم فاكرين أكتر من تصريح للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، يا جماعة بصوا على بطولة أفريقيا، يا جماعة بصوا على اللي جاي، يا جماعة مش هيبقى مفيد أبدا للكرة في مصر إن احنا ندخل اللعيبة دي كلها التلاجة ونلغي الموسم ونفض الليلة ونرجعهم فجأة تعالوا لعبوا الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا. لا ناس جاهزة، لا ناس اتمرنت، ناس لا عندها لياقة المباريات ولا أي حاجة خالص، فجأة تعالوا لعبوا نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي الناس كلها قالت لا ده الأهلي بيدور على الدوري، الأهلي عايز يكسب الدوري، ما هو الأهلي بياخد الدوري، ما في كل الظروف الأهلي فرصه في الدوري، عنده ثقافة الفوز بالدوري. وهتشوفوا في حلقة النهاردة إنه مفيش وفاء بين بطل وبطولة أكتر ما هو بين الأهلي والدوري بشكل مثير جدا. لكن الأهلي كانت دفوعه وقتها المصلحة العامة. كابتن الخطيب لما اتكلم، جهاز النادي الأهلي لما اتكلم، اتكلم إنه يا جماعة الفرق محتاجة لياقة كافية، يا جماعة مش هينفع نلغي المسابقة المحلية وننافس في البطولة الأفريقية. كانت النتيجة وجهة النظر الرسمية للدولة، لولا إن الدولة المصرية بكل أجهزتها وبكل هيئاتها المسؤولة احتكمت للرأي العام، احتكمت للمصلحة العامة، احتكمت لمصلحة البلد، احتكمت لمصلحة الرياضة المصرية والكرة في مصر، وأصرت إن الدوري يرجع. بالمناسبة دوري أبطال أفريقيا أو الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الخماسية كانوا عندهم حرص شديد على إلغاء الدوري. محدش يكذب عليكم دلوقتي ويقول لك الاتحاد كان عايز يرجع، لا الاتحاد كان عايز يلغي الدوري. لكن الحقيقه لما الدوله اصرت على وجهه نظرها يحسب لاتحاد الكوره ولجنته الخماسيه اطلعوا بمسؤولياتهم الكامله، حطوا جداولهم، اشرفوا على البروتوكول الصحي وتنفيذه بامتياز الحقيقه، وقدروا بعد جهد كبير جدا يوصلوا المسابقه للنهايه. كانت النتيجه ايه؟ شفنا اللياقه البدنيه للفرق المصريه، شفنا الاهلي والزمالك وبيراميدز بيوصلوا لنهائي دوري الابطال والكونفدراليه، شفنا المنتخب الوطني بيستعد لتحدي صعب. عشان كده زي ما قلت لكم دي كانت وجهه نظر النادي الاهلي اللي انتصر فيها للمصلحه العامه، واعتقد دلوقتي كله تاكد من صحه وجهه نظر الاهلي.